مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة الثانية لدوري الكرة الطايرة اللي حسمت الترتيب واللي شهد فيها فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0. خلينا نشوف لقاءات ما بعد المباراة ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. تقييم الفترة اللي فاتت كلها الحمد لله لعبنا حوالي 26 ماتش ما بين دوري وكاس، والحمد لله كسبناهم كلهم 3-0. ده يعتبر عايز اقول لك كويس، يعني هو كويس قوي يعني. الحمد لله الفرقة كمان بتطلع من ماتش لماتش بتزيد مستواها. ماتش النهارده انا بجد والله متوسط المستوى، انا كنت اتمنى ان احنا نبقى احسن من كده. الحمد لله برضو كسبنا 3-0، وطبعا خصم طبعا نادي الزمالك نادي كبير جدا وعاملين له حساب جدا، والحمد لله يعني. هو اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص طبعا، لان اللي جاي طبعا دورات بيستو، يعني بيستو في 3 بلاي اوف. لا احنا هنلعب ان شاء الله مع هليوبلس باذن الله. اللي جاي بقول لك قوم تاني خالص ان شاء الله، ربنا يسهل ونقدر نحسن كمان مستوانا اكتر من كده بكتير. يعني ان شاء الله باذن الله نقدر نكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. والله الدوري السنه دي مختلف تماما عن الدوريات اللي قبل كده، لسبب بسيط ان هم عملوا نظام جديد تحديد المراكز، وبعد كده هيتعمل بلاي اوف زي الباسكت. واحد يلعب 8، 2 يلعب 7، 3 يلعب 6، 4 يلعب 5، وبعد كده سيمي فاينل وفاينل. واي فرقه وحشه في يوم او اللي هو بيسموه اليوم الميت عنده، تمام، عنده شانس يعوض، وعنده شانس كمان يعني في بيست اوف 3. اوكي، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا شايف ان الاتحاد السنه دي عمل نظام كويس وثابت للمسابقه. احنا ماشيين من ساعه ما بدينا ستريكت، عارفين ايه اللي قدامنا وايه اللي ورانا وايه اللي علينا، تمام، ومفيش تغييرات ومفيش اي حاجه، والامور ماشيه في خط مستقيم. فرقه النادي الاهلي يعني طبعا اول حاجه انا بشكر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره المجلس والساده اعضاء المجلس، وبشكر النهارده الساده اللي تشرفونا الوزير العمري والدكتور محمد شوقي وكابتن الغزاوي، تمام. النهارده عشان حضرتك تبقى عارف، المباراه ممكن جدا البعض يفتكرها تحصيل حاصل ان احنا اول المجموعه، لا، هي مباراه اهلي وزمالك وديربي اهلي وزمالك، والمباراه بالنسبه للاهلي وبالنسبه للزمالك مهمه، والمباراه زي ما احنا عايزين نكسب هم عايزين يكسبوا، واخد بال حضرتك ليه بقى؟ لان الحاجز بتاع الخوف بتاع السنه دي بيضيع في الماتش ده، واخد بال حضرتك، وانت لما بتعلى واخد بال حضرتك بيبقى معمول حسابك بعد كده. الحمد لله قدرنا نكسب النهارده، فريق الزمالك فريق كبير، بس طبعا النادي الاهلي طبعا انت عارف بينزل اي ماتش طبعا لازم يكسب، و3-0 طبعا، فالحمد لله مكسب النهارده. طبعا بقى خلصنا اول دور الحمد لله، خدنا جزاء يومين، فان شاء الله باذن الله نقدر نستعد للدور الجاي ان شاء الله، لان الدور الجاي مهم جدا بيست اوف 3 طبعا، بس باذن الله نقدر نحقق المكسب ان شاء الله اول ماتشين ونكسب ان شاء الله. طبعا اول حاجه اقول جمهور النادي الاهلي الف مبروك على ماتش النهارده، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يكون فيه احسن واحسن ان شاء الله. طبعا اكيد الفتره اللي جايه خلاص يعني هو بدايه البلاي اوف، الاول هيلاعب الثامن والثاني هيلاعب السابع والثالث هيلاعب السادس والرابع هيلاعب الخامس، خلاص يعني ده المرحله الاخيره في بطوله الدوري، وان شاء الله يعني احنا كفريق النادي الاهلي الحمد لله احنا مستعدين باذن الله للفتره الجايه، والتوفيق ان شاء الله باذن الله عند ربنا يعني. ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة الثانية كان في مباراة بين بتروجيت والاتحاد السكندري، واللي انتهت بفوز بتروجيت ب 3-2 في مباراة كانت قوية وكانت مدية بشكل كبير جدا. خلينا نشوف لقاءات ما بعد المباراة ونرجع مرة ثانية مع حضراتكم. مباراة النهاردة مباراة صعبة جدا كانت بالنسبة لنا، فريق الاتحاد هو تاني الدوري رسمي، تاني الدوري، فمن الفرق القوية المحترمة، عندهم لعيبة خبرات كبيرة جدا، الحمد لله رب العالمين كنا اللي احنا ربنا كرمنا النهاردة بالفوز، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى ومجهود اللاعبين اللي هم بذلوا أقصى مجهود اللي هم
يقدروا ينافسوا ويخشوا في المنافسه بقوه ان شاء الله. النهارده هيتحدد كل النتائج، لان احنا نظام الدوري الثمانيه الاوائل، الاول هيلاعب الثامن، الثاني هيلاعب السابع، الثالث هيلاعب السادس، الرابع هيلاعب الخامس. فانت دلوقتي انا منتظر مين هيكسب ومين هيخسر عشان اعرف انا هلاعب مين. هتلعب بنظام البلاي اوف، هتلعب ثلاث مباريات مع كل فرقه، عرفنا اللي هتبقى في العاصمه الاداريه الجديده، ودي حاجه نقله كويسه لينا ولبلدنا، اللي احنا نبتدي نشتغل ونروح اماكن جديده وننشر لعبتنا. وانتوا الفضل الله سبحانه وتعالى لوليكوا اللي انتوا تقدروا اللي انتوا تنشروا الالعاب الجماعيه كلها بصوره كويسه. الحمد لله ان احنا كسبنا النهارده، كان ماتش صعب جدا. الماتش ده طلعنا في مركز ثالث في الجدول دلوقتي، فدي خطوه لينا مهمه جدا عشان ان شاء الله نكمل في الصعود للمربع باذن الله. واحنا منتظرين نتائج بقيه الفرق ان شاء الله تكون في مصلحتنا باذن الله. منافسه قويه قوي السنه دي، نظام الدوري السنه دي اختلف عن السنه اللي فاتت. الدوري السنه دي اقوى وفي تحدي اكتر، بس احنا ان شاء الله تركيزنا كله الفتره الجايه ان احنا صعودنا للمربع ان شاء الله ونحقق ميداليه نادي بتروجيت. فرقه الاتحاد فرقه محترمه، ترتيبها دلوقتي تاني الدوري، كان ماتش مهم قوي لينا معنويا، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخده يعلينا في الترتيب. الاجواء في السنه دي كله زي بعضه ما عدا الاهلي، فان شاء الله ده دفع علينا ان شاء الله التارجت اللي جاي احنا باذن الله نحققه. تغيير المسابقات دي جديده، اختلاف الصالات برده جديده، حاجه كويسه بصراحه وتزر الدوري بتاعنا بشكل كويس.